السلام عليكم اصدقائي، كتواجدوا خاص المكان اللي نزلت فيه عاصفه رعديه البارح في الليل. جينا باش نكتشفوا لكم امطار غزيره والفيضان. شوفوا تبارك الله، اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ها انتوما كما كتشوفوا معنا، اللهم بارك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المنظر الرائع جدا. هذا فيضان خاص في اكادير، ما بعيدش على مدينه اكادير. حاليا كتواجدوا 26 إموادر في اتجاه كما كتشوفوا هنا، إموادر وكاين الواد هنا، ولكن من اللي وصلت هنا اكتشفت بأنه كاين هذا الفيضان، قلت علاش لا نشاركه مع المتابعين ديالي. اللهم بارك، النعمة ديال سيدي ربي. اكتشفنا فيضانات خاص في المغرب، عواصف رعدية رشيدية ورزازات الزاكورة أكادير، بعض المدن في المغرب، الصحراء المغربية، إقليم قلميم حتى هي شفنا فيها عواصف رعدية. هانتوما خوتي اللهم بارك، هذا هما الفيضان، هذا هما السيول خاص ديال البارح. إذا عاصفة رعدية دازت البارح هنا، هاجمت عاصفة رعدية تقريبا مع 4 ولا مع 5 تقريبا، وفي نفس الوقت شفتوا الفيديو ديال 25 واد كان صعب جدا، وكان ماشي سهل، واد صعب جدا. شفتوا دار واحد البوز في المواقع الاجتماعي، وفي نفس الوقت هذه الأمطار غزيرة رائعة جدا، وتحط واحد النفع، باش نكونوا واقعيين، تحط واحد النفع. تبارك الله كما كتشوفوا، اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. واو 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 واو، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله بحول الله. تحياتي 26 أكادير المغرب.